فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: ما الضابط في العدل بالمبيت عند الزوجة لمن كان معددا؟ هل يلزمه ما الضابط في العدل في المبيت عند الزوجة لمن كان معددا؟ هل يلزمه أن يجلس معها في غرفة النوم، أو يكفي أن يدخل في البيت تلك الليلة ولو نام في غرفة أخرى؟ نعم، المطلوب أنه يكون في البيت عندها، وأما كونه معها في الفراش هذا ليس بلازم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.